لازم احترم شيبتي واقول عن بلدكم انها صايره جوادستان. وانت كرجل عراقي المفروض اني اسالك، هل انت جواد وانسان شهم ومحترم؟ والله اخلاقي ما يسمح لي لا اتجاوز لا مثل ما يسمح لك، تجاوزت انت. يسمح لك، يسمح لك عادي. لما بلدكم الحقير يجيز المفاخذه مع الرضيعات ويجيز تزويج الاطفال من عمر 9 سنوات ويناقش هذا الكلام في البرلمان القندرة اللي عندكم، فأنتم العراقيين المفروض أي واحد يشوفكم في الشارع يفصق عليكم ويقول هذا الجواد اللي جاي من جوادستان. ليش انت مو عراق انت؟ ما والله أنا متبري منكم دنيا وآخرة، عراق ومن كركوك والله وعرفك حق المعرفة. أحتقر اليوم اللي ولدت فيه في هذا البلد الحقير، وعرفك حق المعرفة من وأحتقر اليوم كركوك وعرفك انت اللي منو. لأنسب فيه إلى هذا الشعب. زين انت من يوم الله يعني من لا تتبعك ما انت من احتاج يوم اقول الله. من الله، اكيد مو جواد مثلكم، انت من يوم الله انت شنو اكيد الملة اللي مو جواد تدفعك من مثلكم. الأغلبية انت يعني انت لو وحدك اصير من اي مله اكيد ما راح اكون جواد مثلكم، اي مله ثانيه اشرف منكم. انت انسان وحدك يعني بعمرك هيك يعني شنو هذه الحقيقه، هذا وصف طبيعي لكم. لما زين تجوزون اغتصاب اطفال العراق ما لكم اسم غير ان الواحد يقول عنكم شويه قواويد. هذا هو الوصف الطبيعي، والمفروض اي واحد يفتح بث يشوف واحد عراقي ما يسال انت عراقي لولا، يسال انت جواد لولا. اي واحد منكم بيوافق على هذا القانون وينتمي الى هذا القانون اكيد هو جواد. وانتم الرياجيل اللي عاملين بيه الزلم في هذا البلد الحقير اللي بتقاتلون الناس عشان بقره وعشان عنزه وعشان دجاجه، الان تاركين شويه يعني حثاله بشريه من اللي بيمثلكم انتم، لانه لو كنتوا شعب محترم ما صعد عليكم هذول السياسيين وما اعطيتوهم اصواتكم عشان يجوزوا ويقننوا ويشرعنوا اغتصاب اطفال العراق. ولكن شو اسمكم؟ اسمكم شويه قواويد، بلد جوادستان. هذه حقيقتكم، وخذوها هكذا وصمه عار في جبينكم وباي مكان تطلعون بيها. والله حرامات انت ولدت لا مو بهالبلد حرامات، هذا ومن حرامات كركوك. عليكم انكم اي تقبلون والله اي حرامات. القواد، المفروض انكم نعم تغسلوا عاركم. لو والله انتم شخص شرفاء، اخلاقي لو ما عندكم تسمح لي ذره من اتجاوز. الشرف، لو عندكم ذره من الشرف ما بتقبلون بهذه المهزله. اطفالكم يشرعن مفاخذتها ويشرعن اغتصابها، وانتم جالسين مثل شويه قواويد حولتوا العراق هذا بلد عمره 10,000 سنه حولتوها لشقه مفروشه بيد دعاره، يلعن ابو اشكال. زين انت الله ويدك، تعال عاد دافع على بلدك انت الله من ويدك. اجي انا؟ هذا هو ايدي، شايف ايدي؟ هاي بيدي. انا لو كان عندي قوه كنت اجلس هذا اتكلم عنكم واسبكم في التيك توك، والله لو عندي نفس واحد راح اظل اسبكم فيه لين ما يروح هذا النفس، لانكم شويه قواويد خليتوا اطفال العراق كلها تصير يعني سبايا ومواد جنسيه عندكم. ليه؟ لانكم شعب الزباله، شعب ما عندكم اخلاق. لو كان عندكم اخلاق ما تقبلون بالسياسه حقيره يشرعن اغتصاب ومفاخذه اطفالكم. لكن ما عندكم، انتم ما عندكم شرف، يعني شعب ما تقول بلا هذا شرف. البلد، ما تقول بلد محتل، بلد الله ما الله عندكم يعني. محتل، لو مو قواويد تروحون تطلعون، تروحون تدافعون بكل قوتكم عن اطفالكم، ولكن ما عندكم شرف. هذه حقيقتكم. عشان هيك المفروض في اي مكان اي واحد تعرف مهما كان قوميته، مهما كان النوري السوري، الغجري للاوروبي، الما ادري وين، اول ما يشوفكم يقول هذا واحد جاي من جوادستان، هذا واحد جواد عراقي. هذا هو وصفكم الطبيعي. حرامات تكون من العراق انت والله، والله من جريمة. العراق؟ والله اصلا ما يكون واحد ينتمي الى هذا البلد الحقير الا يكون جواد مثلكم. زين هلك اخوتك عمامك اللي بكركوك كلهم هلك اللي كلهم متبرين مثلي، متبرين من سفالتكم ومن حقارتكم. واي واحد من اهلي يرضى بيكم ويرضى بهذا البلد الحقير هو جواد مثلكم. زين هلك عمامك كلهم وقرايبك وشي متبرين من هذا البلد الحقير مثلكم. مثلي يعني تبرت من بلدكم ومشيت على لا، اوروبا. متبرين من منكم ومن قانونكم العفن، ومتبرين من نعم. سياستكم العفنه. وين رحت؟ وين رحت انت وعمامه قرايبك؟ وين رحت هسه؟ الحمد لله من جالسين في العراق عشان نوصم بالقواده، بل نطلع ندفع تهمه القواده عن انفسنا كل يوم. وعشان هيك وليش راح ما اظل ليش ما لاخر دفعت نفس ليش ما في بقيت حياتي، ودافعت على بلدك؟ ليش لاخر ما نفس بقيت؟ في حياتي راح اطلع ليش ما بقيت واوصمكم تدافعت انتم عن بلدك؟ العراقيين بانكم قواوي. انتم وليش ما العراقيين شويه ناس قواوي، وليش ما بقيت انت لين العراق ما ودافعت عن توقفوا بلدك؟ قدام هذه المهزله؟
والله حرامات مثل هيك حرامات تحسبون عليكم انسان انتم، ديوث. حرامات عليكم انتم، تنسبون انفسكم لهذا البلد عمره 10,000 سنه عشان تسووها بيد دعاره، بيد دعاره شوي قواوي. زين الله ويدك، تعالوا اقعد ببلدك وحافظ على بلدك، ليش تعال ليش حافظ على يقعد ببلد بلدك. القواوي؟ ما يقعد بهذا البلد مختارا لهذا القانون وراضيا به الا قواد مثلكم. هذه حقيقتكم. اتقبلوها، هذا وصلكم الجديد. ومو طالع من واحد سوري او مغربي او يمني او بنغالي، لا طالع من واحد عراقي. واللي والله انت انت يكون مشكلتك اخر نفس في حياتي راح اوصمكم بالقواده، وباي محمد مكان انت، اشوف فيها واحد عراقي مثلكم يفتخر بهذا البلد والعشائر الحقيره اللي فيها راح اقول لهم هذه عشيره القوادي. والله انت مع الاسف المفروض انت لا انسان، يحكمون، انت انسان انتم مريض المفروض من يحكمون الانفصام، اكثر واحد الانفصام عن قواد، المسلمين. اكثر واحد قواد في العالم عشان يحكمكم. ليش؟ لانكم شويه ناس قواوي. انت انسان مريض مفصوم، عندك لا لا انفصام مش مريض، مفصوم على المريض هو الاسلام. انتم، المريض المرضى هم انتم اللي ما عندكم شرف، اللي رحتوا انتخبتوا ناس عشان يشرعن لكم اغتصاب ومفاخذه اطفالكم، يلعن ابو اشكالكم. والله ما دولك، ما زولك عمية كل العراق، انت بعد ما هاي تبغى يمك. طبعا كل عراقي الان يرضى بهذا القانون والجواد مثلكم. يا الله، الله ويدك وراحت على اوروبا وهناك القانون طبعا بعد. الحمد لله انا عايش باوروبا عشان اقدر اتكلم فيكم والعن ابو سلسفينا عليكم. وانتم راح تظلوا هكذا. شوف انا الان صار لي سنتين على التيك توك ما تركت قوميه الا تكلمت فيها، ولكن بحياتي ما قلت عن شعب انه قواد، بحياتي ما قلت هذا الكلام، الا انتم تستحقون بجداره انه الناس تقول عنكم قواويد، لانه ما يوجد شعب احقر منكم. ما عندكم لا شرف ولا اخلاق ولا غيره ولا كرامه ولا اي حاجه، ولا حاجه. شويه قواويد عشائر العراق، ها عشيره كانت تخلص على نص شباب العشيره الثانيه على مود دجاجه، ها على مود بقره، ها على مود خروف، على مود عنزه. الان بيشوفوا بيقننوا اغتصاب اطفالهم، كلهم قواويد بعقالات وبعمامات، ها المشايخ الشيعه السنه العشائر كلهم جالسين سبتم بكتم، ما حدا يتكلم. ليه؟ قواوي كلكم عندكم هذا المرض الاخلاقي، المرض اللي خلاكم شويه ناس قواوي تحبون انه انا راح نروح نفاخذ الرضيعه، راح نروح نتزوج لنا وحده عمرها 9 سنين، يلعن ابو اشكالكم. انتم بشر، انتم المفروض تنقرضون من البشريه. ما عندكم شرف ولا اخلاق. خليتوا العراق، خليتوا بناتنا في العراق يعني يصيروا عرضة لأكبر متاجرة جنسية بالعالم في بلد عربي. ما عندكم شرف. لا تتوقعوا انه انا الان بقول بحرض كل واحد غير عراقي. لما تشوفون واحد عراقي لا تسأل انت عراقي، لا تسأل انت سني او شيعي، اسأل انت قواد ولا انت جاي من قوادستان. لانه بلدكم هو بلد القواد الان. بلدكم لما بلد حقير سافل قندر الزبالة يناقش اغتصاب الأطفال ويشرعن لاغتصاب الأطفال ويشرعن لمفاخذة الرضيعة، ما له اسم إلا أنكم شوية ناس قواويد. أنتم الزلم في هذا البلد شوية ناس قواويد، ما عندكم شرف. وتقبلوها، يلعن أبو أشكالكم. أنا المفروض أقول هذا الكلام، وأي عراقي المفروض يطلع يقول هذا الكلام، وأي واحد غير عراقي يصعد يتف عليكم وينزل يتف عليكم، لأنكم ما تستحقون إلا هذه الإهانة، لأنكم شوية تاس قواويد ما عندكم شرف. يلعن أبو أشكالكم. وهذه براءة أقدمها عشان أطفال العراق بعد 20-30 سنة لما بيكبروا يشوفوا، يقول كان في واحد اسمه محمد صالح، الله يرحمه، كان يسمي أهالينا قواويد، والله كان معاه حق، لأنه هذول أهالينا القواويد اللي خلونا نعيش هذه المأساة. ولكن أنتم ما عندكم شرف، قواويد. يلعن أبو أشكالكم. يعني فيها والله شوية ناس شرفاء يعتزون بالدليمية، ولكن شوية قواويد أنتم، كل العشائر العراقية شوية قواويد. تفتخر بماذا؟ هكذا عيش حياتك، هكذا ذليل حقير لأنك عراقي.